مرحبا بكم أعزائي وأصدقائي ومتابعي قناة على يوتيوب قناة مختلف. اليوم سوف أقدم لكم حلقة عن أحد أجمل مناطق برلين وهي حدائق العالم. ابقوا معي وراح نأخذكم جولة بعدة حدائق، الحدائق اليابانية والحدائق الكورية وكذلك الحدائق العربية، مجموعة حدائق، منطقة كلش راقية، منطقة كلش جميلة. المنطقة تقع بحي ماتسان اللي صاير شرق برلين، بالجهة الشرقية من برلين. ابقوا معي. البارك مساحته اكثر من 100 هكتار وكان متاسس موجود اثناء فتره المانيا الديمقراطيه دي دي ار كبديل او كمشابه للتير جاردن، حديقه تير جاردن اسمها بالشطر الغربي. لكن بعد سقوط جدار برلين تم العمل عليها كجعلها حديقه العالم، كل حدائق العالم موجوده بها، فبدا العمل بها من 1991 حتى 2017. 2017 تموا كل الشتلات بها واغلب النباتات الموجوده بالعالم موجوده هنا. هنا يسموه هولونغ سبارك، يعني متنزه ترفيهي. المتنزه يحتوي على الكثير من حدائق العالم، الحديقة الصينية اللي هسه احنا بها حاليا والحديقة اليابانية والحديقة العربية وعدة حدائق. راح ناخذكم جولة اليوم واستمتعوا ويانا. تحياتي. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I...
البارك عبارة عن مجموعة حدائق، أغلب حدائق العالم، وكذلك مجموعة مطاعم. هنا يسموهم إرهولونغ بارك، يعني متنزه ترفيهي بمعناه بالعربي. بتلفريك مثل ما تشوفوا الظاهر بالصورة أمامكم، ما أعرف شمس قوية كلش مثل ما تشوف أو هسه. إيه تلفريك ما تشوفوه بالصورة موجود. إيه نعم. بعدة بحيرات، بحيرات صغيرة وكبيرة، وبمثل ما قلت لكم عدة مطاعم، مطاعم صينية ومطاعم تركية ومطاعم ألمانية وحتى أمريكية. الدخول إليه يكون أن تحجز تذكرة بالإنترنت بسبب كورونا، أو موجودة بالباب همتين، وسعرها مو كلش غالي، للطلاب بستة يورو، وللإنسان يعني الناس العادية 8 يورو. بدون تلفريك، ويا التلفريك يكون سعره 12 يورو. صندوق الوصف أسفل الفيديو راح أترك لكم العنوان للبارك والتفاصيل عنه والموقع مالته مالتين بالإنترنت وكيفية الحجز وكيفية الوصول. تابعوا قناتي على اليوتيوب قناة المغترب لتصل لكم آخر فيديوهات عن المواقع المشهورة في برلين وفي ألمانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي. شكرا لحسن المتابعة وشكرا للاشتراك بالقناة. تحياتي لكم، مع ألف سلامة. Shadow to the sun.